ومع الإدريسي أبو الجغرافيا. عنوان: سليل الأشراف. في ضوء الشمس ونور القمر كان الفتى محمد يرقب السفن رائحة غادية في البحر الأبيض، يميل بعضها إلى مرسى سبتة ويواصل بعضها رحيله شرقا إلى موانئ الإسكندرية واللاذقية وعكا، وغربا عابرا بوغازة طارق إلى الموانئ الغربية بأوروبا وإفريقيا. كان محمد قد حفظ القرآن وعرف مبادئ الدين، كان يشعر دائما في أعماقه أنه سليل أسرة الأدارسة الأشراف الذين أنشأوا لهم دولة بالمغرب في عصر هارون الرشيد، ودولة بالأندلس هي دولة بني حمود. كان يدرك وهو في العقد الثاني من عمره أن مجد آبائه يولي وتغرب شمسه، مثلما تغرب شموس دول عربية كثيرة في المشرق والمغرب، وأنه لم يبق لأحد من الأدارسة من طريق سوى طريق العلم ولقاء العلماء ورؤية أرض الله. كثيرا ما كان محمد يتجول في أنحاء سبتة، وكانت سبتة قائمة فوق هضبات بشبه جزيرة يحيط بها البحر من ثلاث جهات على بعد 10 أميال جنوبي جبل طارق. يرى مرسى مينائها الذي يقول البحارة إنه لا مثيل له بين مراسي ومواني السفن في البحر المتوسط، ويرى سورها الحجري وبيوتها الحجرية ومآذن مساجدها وطرقاتها الكثيرة في التعرج، وكأنها قد استعدت أبدا لمواجهة الغزاة في كل منعطف. فيما مضى كان اسم سبتة هو سابيتوم عندما أنشأها الرومان كقلعة عسكرية، وفيما مضى قبل 4 قرون انتزع المسلمون بقيادة موسى بن نصير هذه المدينة من أيدي حكامها من القوط الأسبانيين، ولقد ظلت هذه المدينة موضعا للنزاع بين حكام الأندلس وحكام المغرب، وبلغ من عناية الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الناصر بها أنه شيد حولها سورا منيعا من الحجارة. وفي تلك المدينة ولد محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي عام 493 هجرية 1100 ميلادية، وعاش طفولته وصباه وشبابه الأول يصعد هضابها ويرى أمواج البحر وزرقة السماء ويرنو إلى الآفاق الفسيحة في مدى البحر والصحراء. عنوان: وصية أب. كان محمد قد بلغ من العمر 16 عاما حين سمع أباه يقول له: حان الوقت يا بني لترحل إلى مدينة قرطبة بالأندلس وتعرف بها في جامع قرطبة علما أكثر وأغزر على أيدي العلماء. وأدرك محمد أن حلمه بالأسفار يوشك أن يتحقق، وأن توقه إلى الاستقلال بأمره يوشك أن يبدأ. وقال له أبوه: تذكر دائما يا محمد أنك من الأشراف لأنك من الأدارسة. فقال له محمد: أعرف ذلك، فجدي 11 اسمه إدريس، وهو ابن الحسن ابن الحسن ابن الإمام علي ابن أبي طالب. مسح أبوه بيده على رأسه وقال له بحزم: تخلق إذن بخلق الأشراف حيثما كنت، انج بنفسك من السياسة، واطلب مجد العلم، ولا تقبل لنفسك عملا هو دون قدرك، ولا تجلس مجلسا هو دون فضلك، ولا ترضى بمنزلة هي أقل من منزلتك. عنوان: طالب علم رحالة. نزل محمد مدينة قرطبة، كانت ما تزال حاضرة العلم والثقافة غربي العالم الإسلامي وواحة للمعرفة والفن في أوروبا بأسرها. قابل محمد أقارب له من العديدين في قرطبة فأضافوه شهورا، ثم أسكنوه بيتا به بستان عامر بأشجار النخيل واللوز والزهور. أخذ يتردد على حلقات مسجد قرطبة الجامع ويجلس إلى العلماء، وبينهم فقهاء ومحدثون وفلاسفة ورياضيون وجغرافيون وفلكيون. ودهش محمد إذ رأى أطفال المدارس يدرسون الجغرافيا على خرائط ويديرون بين أيديهم كرات أرضية عليها اليابس والبحر والأقاليم والمدن.
وأتيحت لمحمد فرص للانقطاع عن الدرس شهرا أو شهورا، فشرع في الرحلة والسفر يجوب ديار الأندلس، أسبانيا والبرتغال الآن، مدنها وقراها، جبالها وأنهارها، يرى كل شيء بعينيه ويسمع كل شيء بأذنيه. زار مدينة لشبونة ورأى حصن المعدن المقابل لها، والمرآة التي تدور أبدا في قمة برجها تعكس ضوء الشمس، بل لقد عبر البحر وزار سواحل انجلترا الغربية، واجتاز الجبال والأودية، وزار سواحل فرنسا الغربية والجنوبية، وتعلم أطرافا من الحديث بالفرنسية والإنجليزية واللاتينية، وكان أبدا يصحب معه خادما يدبر له أمره، وجارية تطهو له طعامه. وكل عام كان محمد يعود إلى سبتة يرى أهله، ويتزود بالمال ويسارع بالسفر، يجوب المدائن والقرى في المغرب العربي الكبير قبل أن يعود إلى قرطبة مرة أخرى. وعاما بعد عام كانت نفس محمد تراوده وهو في قرطبة وهو في سبتة لزيارة جزيرة صقلية، وكأن شيئا خفيا يجذبه إليها. كان يعلم أن قبائل النورمان قد احتلتها إثر غزوها للجنوب الإيطالي قبل 40 سنة من ميلاده، وأن له فيها أقارب نزحوا إليها إثر انهيار دولة بني حمود من الأدارسة بالأندلس، لكنه كان يخشى القيام بهذه الزيارة وغزاة النورمان يحتلونها ويصادرون أراضي الفلاحين المسلمين في قراها. عنوان: الخوف في الوطن. عاد محمد إلى سبتة وقد سئم الإقامة في الأندلس، ولم يعد ثمة ما يطلبه من العلم بها ولا من الأماكن والمدن ما يزوره، كان قد بلغ من العمر 37 سنة. عكف محمد على أوراقه يراجع وينظم ما كتبه في أسفاره عن المدائن والقرى التي زارها والأنهار التي عبرها والوديان التي اجتازها والجبال التي رقى سفوحها وذراها، ويحكي لأهل سبتة العلماء منهم وغير العلماء عجائب الأخبار والأسفار. ولم يكد يمر عام على مقامه في سبتة حتى راوده الحنين إلى الأسفار، وقعدت به عن الارتحال قلة المال، فقد ودع أبواه الدنيا، وتفرق إخوته في بلاد المغرب وجزر البحر المتوسط سعيا وراء مطالب العيش، وخوفا من الاتهام يوما بأنهم يسعون مثل أجدادهم لإقامة دولة من دول الأدارسة مرة أخرى في المغرب أو في الأندلس. كان يدرك أن عليه أن يرحل مثلما رحلوا خوفا من الوشاية والاتهام بأمر لم يفكر فيه لحظة، ولكن أين يذهب وكيف ومن أين المال وكيف يأمن من طول البقاء، والكل يلقبه بلقب الشريف الإدريسي. ووفد إلى سبتة قريب له مقيم بصقلية اسمه أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن حمود، جاء قريبه لزيارته فجلس معا في شرفة قصر أبيه، يحدثه هذا عن أسفاره ويحدثه ذاك عن صقلية، وكأنه كان يقدم له طوق النجاة بحديثه عن هذه الجزيرة. عنوان: بين ملك وملك. كان العرب قد فتحوا صقلية واستقروا بها 250 سنة، وقدموا للحياة على أرضها 10 أجيال، وجعلوا من صقلية ملتقى لحضارتي الشرق والغرب والعالم القديم والجديد، وصارت صقلية على أيديهم واحدة من النوافذ الكبرى لإخراج أوروبا من ظلمات العصور الوسطى. وجاء النورمان الغزاة وفتحوا فيما فتحوا جزيرة صقلية في البحر المتوسط قبل أن يولد الشريف الإدريسي 40 سنة. ولقد فر عديد من العرب والمسلمين من الجزيرة إثر الغزو النورماني الذي قاده القائد روجر، ونصب نفسه ملكا مؤسسا لدولة النورمان في صقلية، لكن أكثر العرب المسلمين أصر على البقاء في الجزيرة التي كانت لهم ولآبائهم وأجدادهم، واحتملوا صورا من الاضطهاد والمصادرة للأراضي خاصة في شمال صقلية على أيدي رجال الدين النصراني وأنصارهم من القواد النورمانيين. وجاء حكم ابنه الملك روجر الثاني فسارع بالمساواة في الحكم بين الروم والفرنج الفاتحين والعرب سكان الجزيرة، ومنحهم الحريات الدينية والاقتصادية التي كانت لهم من قبل، وأوقف مصادرات رجال الدين للأراضي، بل وشجعهم على الاستثمار للأموال والتقدم العلمي.
وبلغ من حرص عقلاء النورمان على بقاء العرب المسلمين في الجزيرة علماء وتجارا ومزارعين وحرفيين أنهم تعلموا العربية قراءة وكتابة، وصاروا يطربون لسماع شعر العربية وأدبها، وظلت العربية هي لغة الدواوين ورسائل الحاكمين، وصارت النقود تسك عليها شارة الإسلام والنصرانية وعبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانت علامة الملك بالعربية هي الحمد لله حق حمده. ولقد أبقى النورمان على حكام المسلمين وقوادهم في مناصبهم مع شيوخهم وقضاتهم، وظلت موارد التجارة في يد كبار رجال الأعمال من العرب المسلمين. ولم تخلو هذه المعاملة للعرب من ضيق رجال الدين النورمانيين بالملك روجر الثاني، حتى اتهموه بأنه اعتنق دين الإسلام، وراحوا يدللون على ذلك بحمايته لهم ولينه في معاملتهم أي المسلمين، وإنشائه ديوانا للمظالم ينظر في شكاوى المظلومين منهم، وإبقائه على ديوان الطراز المشهور بصنع أردية حريرية جميلة مزينة بزخارف عربية إسلامية، وحرصه على أن يضع فوق ثيابه الملكية عباءة مطرزة بزخارف عربية، ومجالسته لعلماء العرب المسلمين كل ليلة يتحدث إليهم في أمور العلم والمعرفة، وتشبهه بملوك الشرق في بلاطاتهم وقصورهم. عنوان دعوة مفتوحة. قال أبو عبد الله للشريف الإدريسي: هؤلاء الجهلاء من النورمان لم يدركوا قط ما يدركه الملك روجر الثاني، فبدون العرب في الجزيرة ستعود الجزيرة إلى التخلف، والملك روجر حريص على تثقيف نفسه بنفسه، وهو يعرف ثمرات وجود العرب في صقلية، يعرف أن جزيرته ملتقى حضارتين، إحداهما سوف تغرب شمسها والأخرى تقترب من لحظة الفجر، وأن عليه أن يكون موئلا وملاذا للحرية في جزيرة صقلية. ثم قال أبو عبد الله له: وما راء كمن سمع، تعال إلى صقلية لترى بعينيك صدق ما أقوله لك. وكثيرون من الأدارسة مقربون من الملك روجر الثاني، مثلما أنه هو نفسه مقرب عنده. رد الشريف الإدريسي في دهشة: كيف؟ ألا يخاف منكم أن تسعوا إلى إقامة دولة للأدارسة في صقلية؟ ضحك أبو عبد الله وقال: إنه أكبر وأقوى من أن يظن ذلك، فالحكم قد استقر للنورمان في صقلية منذ زمن طويل ولزمن طويل قادم، ولأن يكون الأدارسة بالقرب منه في صقلية يغدق عليهم العطاء خير من أن يكونوا بعيدين عنه. صمت الرجلان في ليلة قمرية تنعكس فيها أنوار القمر على ذؤوبات أي قمم أمواج البحر. قطع عبد الله الصمت بقوله: سأعود إلى صقلية وفكر في القدوم إلينا، ولسوف نتراسل إلى أن نلتقي. كان أبو عبد الله يؤثر ألا يصحب الشريف الإدريسي معه في عودته إلى صقلية، وأن يكون قدومه إلى صقلية بدعوة له من الملك روجر الثاني نفسه بعد أن يكون قد حدثه عنه، فينزل إلى صقلية كشريف من الأشراف وعالم من العلماء. عنوان البداية. قال الملك روجر الثاني لأبي عبد الله في دهشة: كيف يكون صاحبك بهذا العلم بالبلدان والنبات والطب ولا تأتي به معك إلينا؟ فقال له أبو عبد الله: أيها الملك، ما كان لمثله أن يأتي وحده إلى بلادك، وإن رأيت حاجتك إليه فادعوه بنفسك حتى لا يخشى أن تظن به سوءا لو زار صقلية بغير إذنك. ولم ينم الملك روجر الثاني ليلته حتى أملى رسالة وجهها إلى الشريف الإدريسي في سبتة، حملتها إحدى سفنه، وعليها بعثة من رجاله ترافق الإدريسي وأهل بيته في قدومه إلى صقلية. عنوان مشروع ملكي. استقبل الملك بنفسه الشريف الإدريسي على باب قصره في بالرم عاصمة صقلية، وصحبه إلى قاعة عرشه، وجلس معا في مكان آخر يتحدثان وحيدين بعد أن خلا لهما المجلس. قال الملك روجر: أنت من بيت خلافة، ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك، ومتى كنت عندي أمنت على نفسك. سمعا معا تسابيح الفجر تتردد من مئذنة المسجد في سماء بالرم، فافترقا إلى لقاء آخر في اليوم الجديد.
كان الملك روجر قد أفرد قصرا بخدمه وحشمه ليقيم به الشريف الإدريسي هو وأهله، وأجرى عليه راتبا شهريا لا ينال مثله سوى العظماء. وتعددت بينهما اللقاءات وتوالت الأسابيع والشهور، والملك لا يسأم من الجلوس إلى الشريف الإدريسي وحكاياته له عن أخباره وأسفاره والعجائب التي شاهدها في رحلاته. لكن الشريف الإدريسي كان رجل علم ولم يكن سمير ملوك، فتاقت نفسه إلى الأسفار وتمنى أن ينفق الملك روجر على أسفاره ليؤلف كتابا كبيرا عن الممالك والمدائن وأقطار الأرض وأهلها ويزوده بالخرائط. باح الإدريسي بما في نفسه للملك ذات ليلة، فقال له الملك روجر: لا أحب أن أفارقك وتفارقني، وأنت فرد واحد، ومهما سافرت أو ارتحلت فسوف تكون أخبارك ومشاهداتك أخبار ومشاهدات رجل واحد، أليس كذلك يا شريف؟ فقال له الشريف الإدريسي: بلى، لكنني لا أفهم ما ترمي إليه أيها الملك. فقال له الملك: ماذا لو جعلت 100 يسافرون في أرجاء الأرض بدلا منك؟ ألا نعرف أكثر عن الأرض ونختصر الوقت ولا تضيع عشرات من السنين قد لا يتسع لها عمرك ولا عمري؟ فقال الإدريسي وقد تهلل وجهه رضا وراقت له الفكرة: بلى أيها الملك. فقال له الملك: فاختر من الرجال العلماء المحبين للأسفار 100، ومعهم المصورون من الرسامين يرسمون لهم ما يشاهدونه من معالم الأرض، ويجمعون معا ما لم يصل إلى يديك من الكتب عن بلاد الدنيا، ولا تحمل هما للمال، ستكون لديك مادة كتابك بعد سنين 10 أو تزيد، وسيكون لدي ما أريده من معارف يحتاجها الملوك عن أمم الأرض ودولها وملوكها وثرواتها وطرق المسافرين والمسافات بين الأقطار والمدائن. عنوان: أول بعثة علمية. عكف الشريف الإدريسي أسابيع يختار الرجال وأسابيع يدربهم على المشاهدة في أرجاء صقلية وعلى تصوير ما يرونه برسومهم، وحين اطمأن قلبه أعطى الإشارة فانطلق الرجال في البحر إلى أصقاع الأرض. وربما كان هؤلاء الرجال أول بعثة علمية تجوب ممالك العالم الوسيط في القرن الهجري السادس الميلادي 12. ولم يعد للشريف الإدريسي في نهاراته من هم سوى السؤال عن البريد القادم من رجال بعثته تحمله السفن القادمة إلى صقلية من موانئ البحار. وفي كل ليلة تحين ساعة لقائه بالملك روجر الثاني، يذهب إليه على بغلته فيجد الملك في انتظاره في مجلسه ينهض إليه مرحبا ومعانقة، ويأبى حين تحين لحظة الافتراق إلا أن يودعه بنفسه إلى باب قصره. وتمر السنوات والإدريسي يجمع معارف رجاله ويرتبها ويبوبها ويعيد صياغتها، وما تزال مهمة رجال البعثة مستمرة ورسائلهم تفد إليه، ومعها ما حصل عليه من كتب التاريخ والجغرافيا. عنوان: الثمار. أثمرت جهود الإدريسي ورجال بعثته كتابا ضخما عنوانه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وهو الكتاب الذي طارت به شهرته بين علماء الشرق والغرب من الجغرافيين على مر العصور. وزود الإدريسي كتابه بخريطة عامة للأرض وبسبعة خرائط تمثل أقاليم العالم السبعة المعروفة آنذاك، ورسم في خرائطه بدقة الشواطئ والأنهار. وزاد الإدريسي في خرائطه فقسم كل من الأقاليم السبعة إلى 10 أقسام تتجه من الغرب إلى الشرق مع خطوط الطول، ووضع لها مجتمعة 70 خريطة أخرى. وفي كل هذه الخرائط حرص الإدريسي العبقري على استخدام خطوط الطول والعرض في تحديد الأماكن والمواضع والمسافات التي وضع أساسها الخوارزمي أبو الرياضيات، مثلما فعل العالم بطليموس من قبله. وكانت خطوط الطول والعرض قد أهملت في عمل الخرائط بعد الخوارزمي، فجاء الإدريسي وأحياها وأكدها إلى الأبد. ومن بين هذه الخرائط خريطة هامة للإدريسي صور فيها منابع النيل العليا آتية من بحيرات جنوبي خط الاستواء، وكان الجغرافيون قبله يتخبطون في وصف منابعه وتعليل فيضانه منذ أيام المؤرخ هيرودوت. وفي هذه الخرائط جاء اعتراف الإدريسي بكروية الأرض تتويجا لعلم المصورات الجغرافية أي الخرائط الجغرافية في العصر الوسيط،
وصارت هذه الخرائط نموذجا لأهل أطلس مأثور في علم رسم الخرائط العربية، بل وأهم أثر لعلم الخرائط الجغرافية شرقا وغربا في العصر الوسيط. عنوان: كرة من فضة. كانت قد مضت في إعداد مادة كتاب نزهة المشتاق وخرائطه 15 سنة، وقدم الإدريسي كتابه إلى صديقه الملك روجر الثاني وهو على فراش مرضه، يعاني في العام الأخير من عمره من مرض عضال أي مزمن، فأعراق له وفرح به. عرض الإدريسي على الملك روجر الثاني أن يعمل له نموذجا مجسما لكرة أرضية عليها أقاليم الأرض بارزة وأنهارها وبحارها غائرة. كان روجر صاحب خيال، فتخيل كرة الإدريسي من الفضة عظيمة الجرم ضخمة الجسم قائمة في بستان قصره، تسطع فوقها الشمس طوال النهار وتنعكس عليها أضواء القمر والمصابيح طوال الليل، وتروع ببريقها الناظر لها من بعيد، وتكون أثرا خالدا لذكراه بعد وداعه للدنيا. وأعطى الملك للإدريسي 44,000 درهم و800 درهم من الفضة ليصنع له بها كرة أرضية فضية. أمر الإدريسي صاغة بالرم فصبوا فيها صور قارات الأرض بأقاليمها وبحارها وأنهارها وطرقها وموانيها وخطوط طولها وعرضها، ونهضت كرة الإدريسي قائمة في بستان القصر الملكي. رأى الملك روجر من نافذة غرفته وهو على سريره الكرة الأرضية الفضية تتألق في ضياء الشمس ببستان قصره، فصاح دهشة وتأثرا وفرحة. كان الإدريسي واقفا إلى جانبه، فقال له الملك: لم أكن أتصور أننا نعيش على أرض مثل هذه الكرة حتى رأيتها باهرة أمام عيني. ضحك الإدريسي سعيدا وقال للملك: إن العرب في الأندلس ومصر يعلمون الأولاد في المدارس على كرات أرضية مجسمة مثل هذه الكرة. عنوان: حقائق وخرافات. عكف النساخون على نسخ كتاب نزهة المشتاق وخرائطه، وأشاعها الوراقون والعلماء والمسافرون في أرجاء الأرض. كان كتاب نزهة المشتاق تجميعا وافيا لمعارف الأقدمين الجغرافية مع المعارف المتداولة في عصره، بجانب المعارف الجديدة التي أضافها هو من خلال مشاهداته، وكذلك مع المعارف التي جمعها علماء بعثته العلمية ورساموها من أقطار العالم الوسيط وأقاليمه. كان الإدريسي أمينا في نسبة ما أخذه من المعارف الجغرافية القديمة إلى ذويها وأصحابها من العرب واليونان والفرس. ولم يخلو كتاب نزهة المشتاق من رواية بعض الخرافات التي نقلها المؤلفون والرحالة عن الرواة أصحاب الحكايات، مثل حكاياتهم عن فيلة الهند الإناث التي تلد أولادها في المياه الراكدة، وعن شجرة الوقواق التي تثمر أشجارها نساء بدلا من الفاكهة، وغيرها من الحكايات التي أسرفت في سردها كتب العجائب والغرائب العربية، مما يمكن قبوله كتراث في الآداب الشعبية لأمم الأرض. ولا يتسع له صدر كتاب من كتب العلم. وكان الإدريسي يتوقف عند بعض هذه الحكايات ليذكر أنها مما لا يقبله العقل، ولعله حرص على نقلها وتدوينها في كتابه من قبيل الاستطراف وتخفيف جفاف المعلومات العلمية طلبا للترويح عن القارئين. ولم يقف الإدريسي في كتابه عاجزا أمام قصور المعلومات إلا في المعارف التي أوردها عن الهند وأطراف أشياء آسيا وجنوب إفريقيا، فاكتفى فيما ذكره عنها بنقل ما رواه الرواة وما كتبه السابقون. في نزهة المشتاق جاءت أوصاف الإدريسي للبلاد متقصية، تتبع تاريخ البلد الذي يكتب عنه وعمرانه ومجتمعه البشري وحالته الاقتصادية، فهو في كتابه مؤرخ وجغرافي في وقت واحد، يتحدث عن تاريخ البلد وجنس سكانه وعمارته ومعابده وأسواقه وحماماته وأبراجه وتجارته وغلاته ومعادنه ونقل الأخشاب في مياه الأنهار بكتلها دون شحنها في مراكب، مثلما يتحدث عن جغرافيته الطبيعية. عنوان: أوصاف من المدائن.
عن مدينة قلصة الإسبانية، كتب الإدريسي يقول: وقلصة حصن منيع يتصل به أجبل أي جبال كثيرة، بها شجر الصنوبر الكثير، ويقطع بها خشبه ويلقى في الماء فيحمله إلى دانية وإلى بولنسية في البحر، وذلك أنها تسير في النهر من قلصة إلى جزيرة شقر، ومن جزيرة شقر إلى حصن قاليييرا، وتفرغ هناك على البحر فتملأ منها المراكب، ولا تزال عادة إرسال الخشب في النهر إلى جزيرة شقر إلى قاليييرا قائمة إلى يومنا هذا. ويكتب الإدريسي في كتابه عن ميل اليهود للعزلة وتكتلهم في أحياء ومدن فيقول: ومدينة أليسانة بالأندلس هي مدينة اليهود، ولها ربض أي ناحية يسكنه المسلمون، واليهود يسكنون بجوف المدينة ولا يداخلهم فيها مسلم البتة، ولليهود بها تحذر وتحصن. ويصف الإدريسي مدينة روما وقد زارها أثناء مقامه بصقلية فيقول: روما على جانبي نهر الصفر أي التيبر، وهي مدينة مشهورة ومقر خليفة النصارى المسمى بالبابا، وعلى جنوبي خور أي بحر البنادقة الأدرياتيك، ودور أي طول سورها 24 ميلا وهو مبني بالآجر، ولها واد يشق وسط المدينة وعليه قناطر يجاز أي يجتاز عليها من الجهة الشرقية إلى الغربية، وامتداد كنيسة روما 600 ذراع في مثله، وهي مسقفة بالرصاص ومفروشة بالرخام، وفيها أعمدة كثيرة عظيمة، وعلى يمين الداخل من آخر أبوابها حوض رخام عظيم للمعمودية، وفيه ماء جار أبدا، وفي صدر الكنيسة كرسي من ذهب يجلس عليه البابا، وتحته باب مصفح بالفضة يدخل منه إلى 4 أبواب واحدا بعد آخر يفضي إلى سرداب فيه بطرس حواري عيسى. عنوان: صيد اللؤلؤ. ويصف الإدريسي في كتابه صيد اللؤلؤ في جزيرة أوال فيقول: وأهم جزر البحرين جزيرة أوال، وفي هذه الجزيرة يسكن غاصة اللؤلؤ في المدينة التي يصل إليها التجار من جميع أنحاء الأرض معهم المال الوفير، يترقبون شهورا طوالا موسم الغوص، ويستأجر التجار الغاصة مقابل جعل أي أجر معلوم يتفاوت مع جودة الصيد واعتقاد التجار بمهارة الغاصة، ويكون الغوص في أغشت أي أغسطس وشتنبر أي سبتمبر، وقبل هذا إذا كانت المياه صافية، ويصطحب كل تاجر الغواص الذي اكتراه أي استأجره، وتخرج المراكب جماعة من الميناء فيما ينيف أي يزيد على 200 دونج أي سفينة صيد، وهي فلك أي سفن أكبر من الفلك العادي، ويقسم التجار إلى سطحها إلى 5 أو 6 بلنجات أي أقسام منفصلة يقوم بتقسيمها التجار، ومع كل غواص رفيق مساعد اسمه المصفي له نصيب من الكراء أي الأجر، ويخرج مع الغاصة أدلاء حذاق يعرفون المواضع، لأن للأصداف مواضع تغشاها تذهب إليها وتخرج منها حسب الوقت وتعرفها، فإذا خرج الغاصة من جزيرة أوال قادهم الدليل حتى إذا وصلوا إلى المواضع المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص ونظر، فإذا وجد المكان مناسبا خرج وأمر بطي الشراع ورمي الأناجر أي الأهلاب، وكذلك تفعل بقية الدوانج أي المراكب، ويبدأ الغواصون في العمل. ويوصل الإدريسي وصف عملية الصيد منذ أن يسد الغواص خياشيمه ويحمل سكينه وكيسه والحجر الثقيل المعلق بخيط رفيع متين إلى أن يجذب الخيط فيسحب من قعر البحر إلى أعلى حاملا صيده من الأصداف، فيلبس ملابسه وينام، ويأخذ المصفي في فتح المحار بحضور التاجر الذي يجمع اللؤلؤ ويزنه ويسجله في زمام أي في دفتر، ويأكل الجميع قبيل المغرب وينامون طول الليل استعدادا لعمل شاق مقبل في يوم جديد. عنوان: المغامرون 8. ويروي الإدريسي حكاية غريبة عن فتية خرجوا من مدينة لشبونة في مغامرة بحرية لكشف بحر الظلمات أي المحيط الأطلسي،
وما وراءه من شطآن، فيقول في نزهة المشتاق: من مدينة الإشبونة كان خروج الفتية في ركوب بحر الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه، ولهم بمدينة الإشبونة بموضع قرب الحمة درب منسوب إليهم إلى آخر الأبد، وذلك أنه اجتمع 8 رجال كلهم أبناء عم، فأنشأوا مركبا حمالا وأدخلوا فيه الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر، ثم دخلوا البحر أول طاعوس أي هبوب الريح الشرقية، فجروا بها نحوا من 11 يوما، فوصلوا إلى بحر غليظ الموج كادر الروائح قليل الضوء، فأيقنوا بالتلف، فردوا أي حولوا قلاعهم في الجهة الأخرى، وجروا في البحر في ناحية الجنوب 12 يوما، فخرجوا إلى جزيرة الغنم، وفيها من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل، وهي سارحة لا راعي لها ولا ناظر إليها، فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها، فوجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة تين بري، فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها، فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها، فأخذوا جلودها وساروا مع الجنوب 12 يوما إلى أن لاحت لهم جزيرة، فنظروا فيها إلى عمارة وحرث، فقصدوا إليها ليروا ما فيها، فما كان غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق هناك، فأخذوا وحملوا في مركبهم إلى مدينة على ضفة البحر، فأنزلوا بها في دار، فرأوا رجالا شقرة زعرة شعور رؤوسهم كشعور سبطة أي مرسلة، وهم طوال القدود، وبنسائهم جمال عجيب، فاعتقلوا منها في بيت 3 أيام، ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل يتكلم اللسان العربي، فسألهم عن حالهم وفيما جاءوا وأين بلدهم، فأخبروهم بكل خبرهم، فوعدهم خيرا وأعلمهم أنه ترجمان الملك، فلما كان في اليوم الثاني من ذلك اليوم أحضروا بين يدي الملك، فسألهم عما سألهم عنه الترجمان، فأخبروه بما أخبروا به الترجمان بالأمس من أنه مقتحم البحر ليروا ما به من الأخبار والعجائب ويقفوا على نهايته، فلما علم الملك ذلك ضحك وقال للترجمان: خبر القوم أن أبي أمر قوما من عبيده بركوب هذا البحر، وأنهم جروا في عرضه شهرا إلى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة تجدي، ثم أمر الملك الترجمان أن يعدهم خيرا وأن يحسن ظنهم بالملك، ففعل، ثم صرفهم إلى موضع حبسهم إلى أن بدا جري الريح الغربية، فعمر بهم زورق وعصبت أعينهم وجرى بهم في البحر برهة من الدهر. قال القوم: قدرنا أنه جرى بنا 3 أيام بلياليها حتى جيء بنا إلى البر، فأخرجنا وكتفنا إلى خلف وتركنا بالساحل إلى أن تضاح النهار وطلعت الشمس، ونحن في ضنك وسوء حال من شدة الأكتاف، حتى سمعنا ضوضاء وأصوات ناس، فصحنا بأجمعنا، فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتلك الحال السيئة، فحلوا من وثاقنا وسألونا، فأخبرناهم بخبرنا وكانوا برابر، فقال لنا أحدهم: أتعلمون كم بيننا وبين بلدكم؟ فقلنا: لا. فقال: إن بينكم وبين بلدكم مسيرة 2 شهر. فقال زعيم القوم: وأسفا. فسمي المكان إلى اليوم أسفا، وهو المرسى الذي في أقصى المغرب. وهذه القصة رواها المسعودي في كتابه مروج الذهب قبل الإدريسي بقرنين من الزمن. عنوان: العزلة. عام 1154 ميلادية أسلم الملك روجر الثاني روحه إلى خالقها، وحزن عليه الشريف الإدريسي حزنا شديدا ألزمه بيته شهورا، وتولى الملك من بعد أبيه الملك غاليام الأول، وخشي الإدريسي على مكانته في بلاط القصر النورماني،
فألف كتابا في الجغرافيا هو روض الأنس ونزهة النفس، وهو الكتاب المعروف باسم المسالك والممالك. وكان هذا الكتاب تلخيصا لكتابه نزهة المشتاق، وأهدى الإدريسي كتابه إلى الملك غاليام تقربا إليه. ولم يمد الملك غاليام يده بسوء إلى الإدريسي، لكن الإدريسي لم يعد بنفس المنزلة التي كانت له في القصر النورماني، فاعتكف في قصره بضع سنين، ألف فيها كتابيه الآخرين الجامع لصفات أشتات النبات، وهو الكتاب الذي أفاد منه ابن البيطار فوائد كبرى، والأدوية المفردة، وهو كتاب أشار إليه ابن أبي أصيبعة في ترجمته لسيرة الإدريسي بموسوعته طبقات الأطباء، وما يزال هذا الكتاب من الكتب العربية المفقودة، فلم يعثر عليه أحد بعد، وأخذ يقرض الشعر. عنوان: ثورة على القصر. مضت 6 سنوات بعد رحيل الملك روجر عن الدنيا، وجاء عام 1160 ميلادية، وشبت في باليرم ثورة عارمة ضد الملك غاليام، نهب فيها الثوار القصر النورماني، ودمروا كرة الإدريسي الفضية، وأخذوا أجزاءها أمام عينيه، وكان قد بلغ من العمر 61 سنة. عاد الإدريسي حزينا إلى قصره، يفكر في العودة إلى سبتة، وربما كان قد عاد إليها، وربما بقي في صقلية، فلا أحد من المؤرخين يعرف وجه الحقيقة. عكف الإدريسي مرة أخرى على كتابه الجامع لصفات أشتات النبات، الذي ساق فيه أنواع الأشجار والثمار والحشائش والأزهار والحيوانات والمعادن، وأخذ يرتبها على حروف أبجد هوز، وساق معجما لأسمائها بالسريانية واليونانية والفارسية واللاتينية والبربرية، وكأنه كان بهذه اللغات من العارفين. عنوان: تجاهل وإدانة. وطوال قرون عانت ذكرى الإدريسي الكثير من تجاهل المؤرخين العرب وبينهم معاصروه لفضله، وربما تحدثوا عن بعض أعماله متجاهلين ذكر اسمه بقولهم صاحب نزهة المشتاق. وبين هؤلاء المتجاهلين للإدريسي كان المؤرخ المقريزي وياقوت الحموي، ولم ينصفه حقا بذكر اسمه سوى ابن خلدون والأديب الشاعر صلاح الصفدي في ترجمته له بكتابه الوافي بالوفيات. ويرجع المستشرق الفرنسي كاترمير السبب في هذا التجاهل إلى أن المسلمين لم يكونوا راضين عن اتصال الإدريسي بالملك النورماني روجر الثاني ولا عن دخوله في خدمته، وأرجع آخرون السبب في هذا التجاهل إلى أن الإدريسي قد عاش في رعاية النورمان في وقت كان فيه الصليبيون والفرنجة يشنون حروبهم الشعواء على المسلمين في المشرق ويعملون على طردهم من الأندلس، وكان من أهمل ذكر الإدريس يعرفون اسمه ويقدرون فضله ولا ينكرون عليه علمه. عنوان: أول طبعة عربية. وفي الوقت الذي أهمل فيه العرب عالمهم عرف الغربيون قدره في الجغرافيا وعمل الخرائط وأدب الرحلات، فترجموا نزهة المشتاق إلى لغاتهم وأعادوا نشر خرائطه وحققوا جوانب النزهة المتعددة وقارنوا بينه وبين غيره من كبار العلماء الجغرافيين في الغرب، وأولهم بطليموس. وكان الألمان أكثر الأوروبيين اهتماما بالإدريسي كتابة عنه ونشرا لخرائطه ولأجزاء من كتابه، ويلحق بهم عديد آخرون من المستشرقين الأسبان والروس والفنلنديين والفرنسيين والنمساويين والسويديين والإيطاليين، الذين كان لهم الفضل في إصدار أول طبعة من كتاب نزهة المشتاق في مطبعة الميديتشي بروما في ختام القرن الميلادي 16،
وهي أقدم طبعة أوروبية ظهرت لهذا الكتاب بحروف عربية، تلتها بالغرب في القرون التالية طبعات أخرى لأجزاء من نزهة المشتاق. عنوان: في القرن العشرين. وفي العصر الحديث وجد الإدريسي بين العرب من ينصفه بعد أن توالى رحيل العلماء العرب إلى الغرب وتتابعت هجرة العقول إلى العالم الجديد. ولعل خير تقدير للإدريسي ناله من العرب كان على يد العالم الشيخ عبد المتعال الصعيدي الذي كتب عنه كواحد من المجددين في الإسلام بما قدمه لعلم الجغرافيا والخرائط من أصالة وابتكارات جعلته بحق أبا للجغرافيين العرب. وقد أفرد الأديب الراحل محمد عبد الغني حسن كتابا عن الشريف الإدريسي ساق فيه ما كتبه المستشرقون عنه وعن كتابه نزهة المشتاق وعن خرائطه، وعدوه أفضل من ألف في الجغرافيا في العصور الوسطى، وبعضهم لا يزال يعتبر كتابه أفضل مرجع إلى يومنا عن بعض أجزاء من الأرض، وبعضهم يذكر أنه ليس هناك مؤلف جغرافي حفظ لنا معلومات وفيرة ذات قيمة كبرى عن أوروبا الشمالية والغربية واسكتلندا وسواحل بحر الشمال وبلاد البلطيق وبولندا ورومانيا وشبه جزيرة البلقان أرضا وشعوبا واقتصادا وحياة مثل ما فعل الإدريسي. وبعضهم يذكر أن كشف أمريكا كان متعذرا بدون ارتقاء علم الجغرافيا على يد الإدريسي خاصة بفضل خرائطه وآرائه النظرية عن الكرة الأرضية. وفي العراق بذل المجمع العلمي العراقي ببغداد جهدا كبيرا لإحياء خريطة الإدريسي عن الكرة الأرضية بإعادة رسمها وطبعها عام 1951 ميلادية نقلا عن 5 نسخ مصورة لهذه الخريطة من كتاب نزهة المشتاق في مكتبات باريس وأكسفورد واسطنبول وروما. وما تزال صيحة المستشرق جولتيهر تدعو العرب في كافة أقطارهم إلى طبع كتاب نزهة المشتاق وخرائطه المصورة كاملة ومحققة، ولعل هذه المهمة هي واحدة من المهمات الكبرى في نشر التراث. ندعو وزارات الثقافة العربية والناشرين العرب ومنظمة الثقافة العربية بالجامعة العربية للنهوض بها. في عام 560 هجرية 1165 ميلادية ودعت روح الشريف الإدريسي دنيا البشر، واختلف المؤرخون من بعده ولا يزالون مختلفين عن الموضع الذي ووري فيه جسد الإدريسي الثرى، وسواء أكانت وفاته في صقلية أم في سبتة، فقد توسد الشريف الإدريسي هنا أو هناك باطن أرض جاب أنحاءها طولا وعرضا كاشفا النقاب عن أسرارها.